بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أتشرف النهاردة أن أنا أكون موجود حقيقة في ندوة هي الأولى من نوعها بهذا الشكل، واختيار كمان الأسكندرية أن هي تستضيف أول ندوة للتشارك في هذه الفكرة، يعني شيء موفق جدا. أنا بشكر جدا، يعني اسمح لي بقى دكتور حازم، بما أنك أنت قلت الأدمية هقول الأستاذ دكتور محمد صبحي الأول، يعني عشان يعني إحنا في الجامعة برضو بنحترم الأدمية. فكل شكر وتقدير الأستاذ دكتور محمد صبحي، الأستاذ المعروف والمعلوم في أمراض القلب، وأيضا الأستاذ دكتور الصديق العزيز الحقيقة اللي ليه يعني آفاق كتيرة جدا معانا في الرياضة وصحة الرياضة وحاجات كتير، الأستاذ دكتور حازم خميس. كل الشكر والتقدير. الحقيقة المؤسستين واندماجهم مع بعض يعني ان يروحوا لمنطقتنا ده شيء مهم جدا. بس قبل ما استرسل طبعا في وجود اسكندرية، دايما بقول الاخ العزيز الصديق الاستاذ محمد مصلحي دايما كده ما بخبط على اسكندرية لازم نقول لك، فكل الشكر والتقدير يعني على وجودك ومشاركتك ودورك سيدي البلد نادي الاتحاد ويعني التطوير والعمل الجاد فيه. وطبعا الاستاذ احمد حسن نادي سبورتنج، يعني اهلا وسهلا بيك. استاذ عمرو مصلحي نائب رئيس اتحاد مصر كرة السلة، متشكرين على وجودك. شيرام استاذة سارة سرور، يعني اهلا وسهلا بيكم. استاذ سيد سمره طبعا نادي اصحاب البيات لسه حاضر، يعني كل الحضور الكبير يعني اللي موجود، وزميلتي الدكتوره صفاء الشريف الحقيقه مديريه شباب ورياضه باسكندريه، والحقيقه كل التقدير والاحترام ليها ودورها في تطوير العمل في المديريه بما يتفق مع رؤيه الوزاره. كل الشكر والتقدير انت والزملاء. الموضوع بالنسبة لينا مش مهم، الأكثر أهمية، الأكثر أهمية لموضوع كان موجود لكن كان بمر مرور الكرام، يعني كان بتحصل في الرياضيين السادن ديث. يمكن احنا بنقول النهاردة وبعض المتخصصين موجودين وقيادات رياضية موجودة والشباب الكتير اللي موجود اللي يهمنا ان هو يعرف، وده دورنا كوزارة مديريات وزارة الشباب والرياضة وزارة الصحة. حقيقة طبعا كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد أبو غفار وزير الصحة للكروس كاتنج معانا أو الشراكة في العمل في حاجات كتير. لكن حدوث الموت المفاجئ أو الرياضي والرياضي الإليت، يعني مش رياضي مبتدئ إن هو بيكون يعني محترف، يعني بطل في لعبته على مستويات مختلفة وتحصل له هذه الحالة. يمكن كان في لو نتذكر في مصر رحمه الله عليه لاعب من اهم اللاعبين في الفتره دي الكابتن محمد عبد الوهاب، وهو لاعب كوره ومنتخب مصر وفي النادي الاهلي وحصل ما حصل. الحقيقه ما نعرفش هل الفتره دي كان التقدم العلمي في مجال القلب والطب الرياضي مستوى ايه، انا ما اقدرش اقول يعني ما اقدرش احكم. زي ما الدكتور صبحي قال يعني ما كانش في وسائل التواصل والاتصال الكبير الكتير بتحط نقط على حروف ما بتعدي حتى لو اللاعب والرياضي مهم حصل في ده، قد يكون حدث واحنا ما نعرفوش، ولو حدث حتى بعد المباراه ممكن يبقى افكت بالمجهود البدني اللي موجود. دكتور حازم قال على حاجه يمكن في الاكسرسايز فيسيولوجي يعني كنا بندرسها زمان، وهو المعادلات. احنا في الرياضة والشخص الطبيعي الفرق ما بين الاثنين، الشخص الطبيعي لو حصل له مرض بيتعامل طبيا علشان الطب يحوله من انسان بسبب المرض تحول الى انسان غير طبيعي عشان عايز يبذل جهد يحوصله الى الانسان الطبيعي من الاب نورمال للنورمال. وفي الرياضة احنا الانسان الطبيعي ومعادلاته الفسيولوجية عايزين نوصله لفوق الطبيعي من النورمال للسوبر نورمال.
دكتور حازم بيقول ان الشخص الرياضي المتفوق يصل الكارديك اوتبوتس او الريتس بتاعته للقلب 30 الى 35. هو فعلا المعدلات الشخص الطبيعي 70 73 للنبض وهو قاعد. الشخص الرياضي المتفوق قوي قد يصل وهو قاعد كده الى المعدلات دي. يمكن محمد علي كلاي كان في الفتره دي مشهور ان هو وصل ل 50 يعني نبضه وهو مستريح قاعد. ودي معدلات بتكون فارقه جدا ما بين الشخص الرياضي والشخص غير الرياضي. ده احنا معدلاتنا 70، الشخص الطبيعي العادي الانسان اللي مش رياضي. الرياضي بينزل المعدلات وهو في كامل طاقته. طب لما بيمارس بقى الاكسرسايز والرياضه وهو يعني رياضي قوي، الشخص الرياضي او الشخص الطبيعي قد يصل اثناء المجهود 120-150 نبضه تقريبا. الشخص المتفوق والرياضي العالي جدا قد يصل 250 او اقل، لان المجهود اللي بيبذله معناه ان هو عايز ترومبه تضخ دم علشان الدم هيروح للرئتين ياخد من الرئتين كميه الاكسجين اللي هي بيسموها الفيتال كاباسيتي او اللان كاباسيتي اللي هي السعه الرئويه، وده بنقيسها بالفي او 2 ماكس. فبالتالي لما هياخد كميه الاكسجين عشان يروح على احتياج العضلات لان هي بتنقبض بشكل اسرع، وبعدين كمان بتبقى محمله بكميه كبيره جدا من الطاقه. الطاقه ديت هي اللي هتخليها تكمل، والمخ في احتياجه ايضا لكميات الطاقه وكميات الاكسجين. عشان كده في النص لما دخلت المنشطات والدوبنج زودت معدلات الطاقه بشكل غير الطبيعي اللي هي هتؤدي ايضا للوفاه. ومن هنا الدوبنج والدكتور حازم بقى والشغل بتاعه الخاص بالمنشطات اللي هي دخول الطاقه بشكل اخر. حتى ظاهره، ودي معرفش مداها ايه في المنظمه المصريه للمنشطات، اللي هي المشروبات العاديه للطاقه، ادت الى مشاكل بدات الاحظها بشكل كبير جدا، اللي هي مشروب الطاقه من غير ما اقول اسم، يعني مشروبات الطاقه العاديه بالرغم ان هي قد يكون مش على جدول المنشطات، لكن تحليلها مطلوب ان احنا لازم نعرف ده دور